هو عبارة عن grouping different chassis based switches as one virtual switch. انا شايف الرسمة دي؟ شايف الرسمة دي؟ بدل ما يبقى الاثنين دول سويتشز مختلفة فيرتشوالي هيبانوا كده بالنسبة لنا بعد الدي اس اس. بص ده يبقى الكور بدل ما يبان ان هو سويتشات ديفرنت هيبان هو وان سنجل فيرتشوال سويتش. طيب ايه الفكرة بقى؟ ادي سي اثنين شاسي بيزد سويتشز، شاسي 1 شاسي 2 هنعمل ما بينهم بعض ميرج ازاي؟ عشان نعمل بينهم بعض ميرج لازم طبعا يكون بينهم بعض كونكشن، نوصل ما بينهم بعض. ايه اللي بيحصل؟ هتروح جاي من الشمال كابل لليمين، بس كابل واحد يعني صح؟ بعد كل الردندنسي ده بيبقى كابل واحد اثنين اب تو كام؟ اب تو 8 لينكس. يعني اقدر ما بين شاسيه واحد وشاسيه اثنين اب تو 8 لينكس. اسمها ايه الكونكشن بقى دي اللي هعملها ما بين الاثنين؟ تسمى في اس ال فيرتشوال سويتش لينك. فبيتربط السويتشين مع بعض الفيرتشوال سويتش لينك دي اللي بيعدي ما بينهم من بعض كل الاشارات بتاعتهم الداتا بتاعتهم بتعدي من بعض. في الاخر الكونكشن دي هي اللي بتعمل ميرج ما بين الاثنين شاسيه دول. في الاخر هيبقى شكلهم عامل ازاي بعد ما نعمل الدمج ده؟ هيبقى شكلهم كالاتي: 1 فيرتشوال كور سويتش. أول حاجة عملناها بص حولت السويتش الـ حولت السويتش الـ different chassis لكن السويتش واحد فيرتشوال. واحد منهم يقع وماله المشكلة؟ ولا واحد منهم وقع أهو بص واحد منهم وقع، ما التاني واصل نفس التوصيلات التاني يبدأ إن هو يشيل الشغل بتاعه. فدي الميزة بتاعة الـ VSS هو شغال على شاسيه بيزد سويتشز اللي هي السويتشز العالية وأقدر أربط حتى كام لينك أب تو 8 لينكس. ريكومندد إن اللينكس دي تكون سرعتها دي كونفجريشن إحنا أقدر عليها كونفجريشن طبعا فاقدر اربط لحد 8 لينكس. ريكومندد اللينكس دي تكون سرعتها قد ايه؟ تكون يا ريت ريكومندد 10 جيجا بيت ايثرنت. 1 جيجا بيت ايثرنت مش بالظبط الواحد اللينك الواحد. 1 جيجا بيت ايثرنت تعتبر ضعيفه قوي يعني سويتشين بالشكل ده 1 جيجا بيت ايثرنت مش حاجه يعني تعتبر قويه و100 جيجا بيت ايثرنت زياده قوي يعني اوفر قوي قوي ال 100 جيجا بيت ايثرنت. فالموست كومنلي يوزد 10 جيجا بيت ايثرنت تكون ما بين اللينكات دي اب تو 8 لينكس يكونوا حاجه اسمها الـ VSL. الفيرتشوال سويتش فيرتشوال سويتشين ما بين السويتشين اللي هيبقى فيرتشوال في لينك اللي ربطوها مع بعض. في الاخر هي دي اللينك اللي خليتهم هما الاثنين يبانوا اكنهم واحد فيرتشوال سويتش فبيسموها الفيرتشوال سويتش ربط منهم. هي دي اللي دمجتهم مع بعض يعني الكونكشن دي اللي دمجتهم مع بعض. غير الناس اللي بتسمعها حضرتك ايه ده؟ دي غير ايثر شانل بالظبط كده. دي غير ايثر شانل 80 جيجا ايه ده؟ كده تقدر توصل لاقصى 80 جيجا يعني في الاخر 8 لينكات 10 جيجا بت سكند يعني ممكن نوصل لاكتر 80 جيجا بت ده يعني اكتر من اللي احنا محتاجينه. حلو قوي قوي كده يعني بال 100 جيجا بال 1 جيجا قليل قوي. نفس السيناريو بالظبط اللي بدمج بيه السويتشات اللي هي الكور اللي هي بتعتبر شاسيه بيز انا ممكن احتاج ان انا ادمج بيه السويتشات اللي هي الاكسس. طيب عشان ادمج السويتشات الاكسس هعمل ايه؟ تمام اب تو 8 الواحده منهم ريكومندد يعني ريكومنديشن تكون 10 جيجا بت سكند. طب مش ده عشان لو ده وقع ده يشتغل واحنا نقل ما بينهم بعض ده يعني هدف الفي اس ال ايه؟ الفي اس ال هدف عشان ننقل ما بينهم بعض كنترول مسجز هل لوز والذي منه وايه كمان ولو في داتا عايزه تتنقل ما بين الكور ده والكور ده تقدر ننقل ده كود شيرنج يعني. طب عشان لو حبيت ان الداتا ما بين ده وده الكونكشن كده وبعدين عايز يمشيها كده الداتا عايز تمشي كده بيبقى في كونكشن ما بينهم الاثنين. وطبعا في الاصل عشان يبعتوا بعض رسائل انت لسه عايش طب انت لسه موجود طب الصوت بتاعك شغال طب الصوت بتاعك واقع وهكذا. نفس السيناريو بالظبط هو هو بس على مستوى الاكسس لير سويتشز ستاك وايز. الاكسس لير سويتشز بقى انا ممكن اعمل لها سيتنجز ازاي؟ بص يا سيدي ادي سويتش 2 3 4 موضوع الستاكينج او الشهير باسم ستاك وايز ان احنا هنجيب سويتش اكسس
سويتش تاني اكسس، سويتش تالت اكسس، سويتش رابع اكسس. باشمهندس كل التكنيك معين؟ اه يعني كومنتد كل كل لير تكنيك معين. بس انا ممكن اغير، بس مثلا مش هتعرف تشغل في اس اس على سويتشات ال 2960 اكس اللي هي مش سي بيز مثلا. هو في اس اس لا ده شغال تشغل في كل حاجه. طبعا عندي سؤال. اسم اصلا مسمى نص وخمس. الفي اس اس ده برضه بيحتاج مختص ايه ده؟ اللينكات دي كلهم 10 جيجا بقى. طبعا لازم لازم ايدنتيكال. مش انت لسه قايل الفي اس اس ممكن تستعمله مع الاكسس؟ الفي اس اس مع الاكسس؟ لا الستاك وايز اللي بستخدمه مع الاكسس. يمكن انا بتاع. طيب فدينا دلوقتي مسكنا السويتشز الاكسس وهنبدا نعملها الستاك وايز. ايه ماي دي طريقه ثانيه برضو. بس ايثر شانل ما كانتش ان انا ادمج سويتشين، ايثر شانل كان ادمج كابلات. فدي طريقه ثانيه للريدندنسي. لينك ريدندنسي ايثر شانل ديفايس ريدندنسي اللي هو الفيزيكال مش كده. هو الايثر شانل لو كابل اتقطع هعمل على كابل ثاني. هنا لو سويتش اتطفى اشتغل سويتش ثاني. يعني هنا لو سويتش ده كله باظ انا ماليش دعوه بالايثر شانل. ايثر شانل كان كابل باظ، هنا لو سويتش كله باظ السويتش الثاني هو اللي هيعرف يوصل ما بينهم بعض. بس هو كامل اللي عاملها ما بين الباطل الثانيه ما بين السويتشين. لا ده ما بين السويتشين شاسيه واحد وشاسيه اثنين. بيوصل ما بين اللي تحت شاسيه اثنين هيوصل ما بين الديستريبيوشن واحد. شاسيه واحد واصل على الاثنين ديستريبيوشن وشاسيه اثنين واصل على الاثنين ديستريبيوشن. لازم نتكلم على اللينكس اللي احنا بنتكلمها. اللينكس دي ما بين الاثنين شاسيه. ما بين الاثنين شاسيه. احنا قلنا دلوقتي يعني دي هتبعت هل له مسج او هتبعت يعني عشان خاطر التوأم ان هم الاثنين عايشين. عشان ولو عايز تبعت داتا قلت لك لو في داتا هتتبعت يعني فلنفرض مثلا في داتا هتتنقل كده والسبانينج تري السبانينج تري كان مشغل اللينكاية دي كده فتتبعت ما بينهم كده. ولما يحصل فيلير لواحد تبقى داتا تمشي في سكه ده اقصى وجه استفاده. باختصار شديد كل اللي احنا بنحكيه ان احنا عايزين بالظبط كده. لا احنا عايزين السويتشين دول يبقى كانهم سويتش واحد. بس عايزين السويتشين دول او الاربعه دول يبقى كانهم سويتش واحد. ده لو واحد منهم وقع اهو ده واحد وقع خلاص تاني اشتغل في مكان تاني اشتغل تاني شغال ايه ده؟ كده ولا فين؟ ايه اللي احنا خدناه؟ بأي طريقه؟ يعني ايه احنا خدناه ان الاثنين دول يبقوا حصل لهم ميرج يبقى كانهم وان سويتش. لو واحد منهم يفيل الناس مش حاسه ان في حاجه حصلت والكونتور مش شغال. يعني في الاخر شايف الاثنين دول؟ الاثنين دول شايفين ان ده سويتش واحد بس بالفي اس اس. فلو واحد منهم وقع دول مش حاسين ان في مشكله اصلا حصلت. يعني في الاخر الاثنين دول كانهم بقالهم جهاز واحد بماك ادرس واحد. فدول شايفين ايه؟ هو جهاز واحد بماك ادرس واحد اي بي ادرس واحد. حصل فيلير لحد منهم مش حاسين هم باللي بيحصل. يعني مثلا ده لو مثلا معينه مثلا لازم التاني يكون عنده نفس الكلام. لازم الاثنين باك لا ما ينفعش 30 لازم يكون بص يا بعض. عشان كده ايه فايده الفي اس ال دي؟ هنقلوا منهم بعض كل رسائل والمعلومات بتاعت الكونفجريشن. في الاخر انت ممكن تكونفجر واحد الكونفجريشن اتنقل تاني على طول بسبب الاثنين بقوا وندر فيرتشوالي بقى وندر. ايوه ممكن اجاوبه على السؤال. ايوه مش انا كنت لسه هقول لك اصل الستاكنج لو فهمنا هنفهم الفي اس اس. اللينك ده مش هيعمل لوب. اللينك ده لا مش هيعمل طبعا لوب. اللينك ده مش هيعمل لوب. طب في الاخر سبانينج تري شايف يعني بالنسبه لك دول واحد لو في اثنين كونكشن دول سبانينج تري هيتصرف بقى فيه. لكن اللينك ده هنعمل لوب ليه؟ طيب احنا لسه هندور على مكان نقعد فيه نشوف الماتش. اي بص استنى تخلص حتى حط الاستاكنج وشوف الرسمه اللي في خيالك ايه وشوف هتحصل فيها لوب ازاي. في الاخر خلاص هو كمل ما بين السويتشين دول. ولو في لوب حاصله بسبب ان الكونكشن دي واصله على سويتشات ثانيه اكيد الاستاكنج دي هيتصرف. زي رسمه الاستاكنج زي رسمه طبعا بالنسبه لدول كده كان زي الاستاكنج اللي ما بينهم. بس انت شايف حاجه ثانيه خالص. ايثر شانل هزود سرعه فائده ما بين الاثنين او ريدندنسي لو هو كابل القطع الثاني حمل. ده بقى ديفايس ريدندنسي مش لينك ريدندنسي. اه طبعا ليه طبعا. اه الصفحه دي بتنور الستاكي. ايوه الستاكي يا نور ربع ساعه. المهم بقى ايه بقى قصه الستاكي؟ برضه في موديلات تيجي تقرا في داتا شيت تقول لك الموديلات دي مش بتسبورت طبعا في اس اس بس بتسبورت البديل اللي هو الاستاكينج. كده عندك سويتشين او ثلاثه او اربعه وفي الاخر احنا بندمجهم مع بعض اهو اسمه سويتش واحد. ف
فنقدر نعمل لهم حاجه اسمها ستاكنج. اه بس الستاكنج دي ده لازم سبيشال مودلز، مش كل الموديلات ممكن تكون بتسبورت الستاكنج، ان ليها سبيشال كونكشن في دار سويتش. يعني بالظبط يعني البورتات اللي قدامي مش هي اللي بنعمل بيها ستاكنج، في بورتات فعلا بتبقى في ظهر السويتش هي اللي بنعمل بيها ستاكنج. يعني لو اربع سويتشات زي كده هيبقى ايه؟ طب دي اساس تبقى في بورتات على السوبرفايزر انجن نفسها اللي ممكن نربطهم مع بعض عشان يعمل ستاكنج. يعني الفيرتشوال سويتش لينك دي من السوبرفايزر للسوبرفايزر. طيب هتلاقي ظهر السويتشات اللي بتسبورت الستاكنج اثنين بورت بالشكل ده، دول اسمهم الستاكنج بورت. بيعمل ايه المفروض الستاكنج ده؟ هيدمج لك الاربع سويتشات دول ويخليهم ياكتوا از وان فيرتشوال سويتش. يعني برضه الستاكنج هيدروب ميني، فرق دي عندي ميني نون موديولر سويتشز تو اكت از وان فيرتشوال سويتش. ميزته في ايه؟ السويتش اللي يقع في النص وماله زمايله يبقوا يشيلوا الشغل مثلا بتاعه. في ميزه ثانيه كمان، انك لما هتدمج السويتشات دي البروسيسور بتاع الدمج ده بقى مضروب في عددهم. يعني مثلا لو انت عندك كل سويتش من دول ليه بروسيسور اكس، لما يبقوا اربعه وهتدمجوا مع بعض بقى البروسيسور 4 اكس. طب والميموري؟ بقت 4 اكس. طب ايه الميزه في كده؟ الميزه اللي في كده ان يوم ما يبقى في سويتش من السويتشات دي مهنك شويه عنده مشاكل في البروسيسنج، عنده مشاكل في الميموري، بيحمل على اصحابه السويتشات. يعني لو فجاه ده حصل عليه ضغط محتاج بروسيسنج او ميموري، يقدر يستعين بالبروسيسنج والميموري بتاع اي سويتش من السويتشات الموجوده اللي يكون فاضي، بس بشرط تربطهم مع بعض صح. الربطه الصح بتيجي ازاي بقى؟ بص واحنا بنربطهم مع بعض نربطهم بشكل بيسموه ديزي تشين كونكشن. يعني ايه ديزي تشين كونكشن؟ اللي هي دي بص تهربط دي كده بدي كده. بص دي كانها ان واوت، الان بالاوت، وبعدين تربط دي كده بدي كده. بص ملفوفه كده وتربط دي كده شكل من الاخر رينج. وبص هنعمل ايه؟ ونروح جايين رابطين دي كده بالاولانيه كده. ايه اللي هيحصل اول ما تعمل الحركه دي؟ هيبدا المفروض السويتشات المربوطه بالشكل ده يندمجوا مع بعض، شويه رسائل هيبعتوها من خلال الكونكشن دي. يعني الكونكشن دي عشان خاطر يبعتوا بعض رسائل. احنا مين؟ طيب بنندمج مع بعض ازاي؟ طب انا مشغول شويه ممكن حد يسلف لي ميموري؟ طب انا مشغول شويه ممكن تحسب لي الحسبه دي على البروسيسور بتاعك؟ وفي الاخر يتحولوا ان هم اكنهم وان فيرتشوال سويتش. هم دول ابلينكس؟ دول مش ابلينكات، لا دول بتبقى بورتات في ظهر السويتش. في بقى كونكشنز في الابلينكات ممكن تركبها بدل ما تركب الاس بيز العاديه تركب اسمها ستاكينج بورتس. بس هو المفروض يعني الاحسن تستغل البورتات اللي في ظهر السويتش اللي هي اسمها ستاكينج بورتس، تربطها بالشكل اللي بهذا المشهد. اب تو كام بقى؟ انت حليت السؤال بتاع الامتحان، برافو عليك. الامتحان مليان بتاع سؤالين ثلاثه ستاكينج. اول سؤال انك نقدر نعمل الموضوع ده اب تو كام سويتش اقدر اعمل ايه على ستاكينج؟ اب تو 9 سويتشز. اب تو 9 سويتشز. طب كويس. ايه اللي هيحصل لما يبقى عندي تسع سويتشات بعمل لهم الربط بالشكل ده؟ مش كونكشن، هتبقى على شكل رينج. هيبتدوا طبعا يندمجوا مع بعض. بيبقى واحد من التسعه اسمه الماستر اوف ستاك. ايه ميزه الماستر اوف ستاك؟ انا اقدر من خلال الماستر اوف ستاك ده اعمل كونفجريشن تاثر على بقيه التمانيه. يعني واحد منهم هيكون الماستر، انا اقدر بيه كونفجر كونفجريشن تاثر على التمانيه. دي طبعا ميزه برضو انك انت التمانيه كلهم هم بادي، كونسول واحد بس اقدر اكونفجر بيه التسعه كلهم. طب يا ترى الستاك ماستر ده هيبقى الكتد بناء على ايه؟ هيبقى صاحب اعلى بريوريتي. اعلى ولا اقل؟ لا هنا اعلى. المفروض هي كانت منطقيته بقى هو مش سموث كده. والبريوريتي ارقام من كام لكام؟ من 0 ل 15. الديفولت كام؟ الديفولت 1. انت بقى لو عايز تخلي سويتش من سويتشات معين جايز مكانه معين سهل بالنسبه لك الاكسس عليه عشان توصل على الكونسول هو الماستر اللي من خلاله تكونفجر الباقيين، انت تقدر تخلي البريوريتي بتاعته تزيد عن الديفولت اللي هي ممكن يكون في سوق مصر تسعه. يعني ايه فايدتها؟ الله عارف، يمكن في المستقبل هتنفع. طيب ايه يمكن قدام يزود؟ بس كان ايام زمان كان اربعه بس، بعدين شويه قال لك ثمانيه، بعدين دلوقتي بص ثمانيه. اه يعني انت ايه اللي هيحصل؟ لو انت واصل على الماستر اوف ستات كونسول انا ممكن من خلاله كونفيجر بورتات ثانيه، يعني بورتات بتاعت بقيه السويتشات الثانيه. ازاي مثلا؟ تعالى اقول لك. بص اول ما هتبدا تعمل ستاكنج ما بين السويتشات، واحد فيهم الستاك ماستر، عايز افكرك بس بترقيم البورتات. فاكر السويتش ده؟ كان فيه بورتات زي بورت مثلا اسمها ايه؟ فكرك. بورت فاست 0 على 1. بورت فاست 0 على 2. طب وهنا؟ بورت فاست برضه 0 على 1. وبورت فاست 0 على 2. وهكذا في كل السويتشات.
ايه اللي هيحصل لما هيندمجوا مع بعض؟ ترقيم البطاقات هيختلف، هيبقى بدل ما هو رقمين هيبقى رقم على رقم على رقم زي اوقات الرواتب. ايه اللي هيحصل؟ الرقم الاولاني الستاك نمبر، يعني مثلا وانت واقف على السويتش اللي هو الماستر والستاك، عايز اكونفيجر بورد رقم 0 على 2 في السويتش ده، فهكونفيجرها ازاي؟ ستاك نمبر ده ستاك 0 مثلا، ده 1 ده 2 ده 3، روح له كده فاست ايثرنت 1 على، انا عايز اني بقى بورد في السويتش رقم 1 بورد رقم 0 على 2 0 على 2، فانت تقدر من خلال اي سويتش تقدر تكونفيجر بقيه البورتات بتاعه السويتش الثانيه. عايز تم طبعا تنفع طبعا اكيد طبعا 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 يعني ممكن تتعامل معاهم بالشكل ده. طب استنى، طب ممكن عشان خاطر بس ايه يعني احكي بس شويه وبعدين ايه الناس تفصل، لان انا نفسي اتوترت، يعني انا نفسي بقيت احس بالتوتر من كتر ايه كل شويه فصلان 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 مقطع مش عارف اقول كلمتين على بعض. طيب المهم فالسويتشات دلوقتي لو عملنا الموضوع الستاك وايز او الستاكينج نقدر نخلي الاكس سويتشز اللي هي 2960 اكس 3750 اكس او غيره يندمجوا مع بعض اب تو 9 سويتشات اقدر ادمجهم مع بعض ويتربطوا بالشكل ده. بيعملوا ايه لما تربطوا مع بعض؟ طالما بقوا 1 فيرتشوال سويتش يقدروا يعملوا شيرنج اوف ريسورسز. بمعنى ايه شيرنج اوف ريسورسز؟ اقدر ان انا اشير ما بينهم بعض الباند سوري الميموري البروسيسنج، وكمان ممكن في بعض الاوقات استغل البيانات ما بينهم من بعض. واحلى حاجه في موضوع الاستاكينج والترسيخ انا لسه ما قلتش حاجه شنو ده. طب ما هو العظيم هتفصل حاجه في الشيرنج ممكن يشيروا الباور لو هي اوبار لا دي صعبه شويه تمام. فهيشيروا شويه الريسورس بتاعتهم. الميزه بقى الحلوه في الاستاكينج انك انت لو حبيت تزود سويتش حبيت تفصل سويتش الموضوع بسيط جدا. انا لو حبيت ازود سويتش اوصل سويتش كل اللي هعمله ايه؟ يعني مثلا تعالى نتخيل مع بعض عايز ازود سويتش في وسط المجموعه في وسط الاستاكينج اعمل ايه؟ اروح بس اعمل كده بص شايل الكبده كده حلو الكلام واروح موصل سويتش تاني انا عايز اضيف سويتش كمان في دور تاني او في نفس الدور واروح موصل توصيله بالشكل ده كده اكسترا سويتش واروح موصله كده واروح موصله كده. ايه الكونفيجريشن محتاجها؟ ده سؤال في الامتحان. لو جيت اوصل اكسترا سويتش اللي انا محتاج اعمله نو نيد فور اكسترا كونفيجريشن. يعني مجرد ما الماستر طول ما الماستر عايش اوصل اي سويتش اشيل اي سويتش مش هتحتاج تعمل خالص اي كونفيجريشن. هو زي بيقول لك افرض حبينا ان احنا ناد او نريموف سويتش من الستاك ايه الكوماند اللي انا محتاج اكتبها؟ نو نيد فور اني كونفيجريشن. بس هتخسر حاجه معلش اول ما تفصل الكابل ده على شكل رينج صح؟ على شكل رينج يعني ليها كام سكه الرينج دي؟ ليها سكتين سكتين ساعه بس ما هتفصل الكابل ده عشان توصل السويتش الجديد صح وين الستاك كونكشن از ريموف لا 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 مفيش لوب في الاخر. اصل الكونكشن دي مش يعني مش من البروتوكول الاساسيه دي من البروتوكول اللي بيدوروا مع بعض عشان يندمجوا مع بعض فدي ما بتعملش خالص دي. ف وين ستاك كونكشن از ريموف يعني بيبقى في بروتوكول مخصوص عشان خاطر ما يحصلش طبعا لوب منهم. وين ستاك كونكشن از ريموف للاسف بس الحاجه اللي هتخسرها لحد ما توصل السويتش بتاعك 50% اوف باندويث. طب ليه 50% بالظبط اوف باندويث؟ منطقيه لما انا في الاخر موصل السويتشات بالشكل ده واتقطع الكونكشن. هو في الاخر كده ممكن تمشي كده ممكن تمشي كده فتقطع الكونكشن بقى المسار البلاي اللي انا ماشي بيه هو مسار واحد بس. يعني عشان اوصل من 1 لحد مثلا من 4 همشي في السكه دي كان ممكن امشيها ازاي؟ كان ممكن امشي كده كان ممكن امشي كده عشان خاطر كان عندي اتجاهين كان ممكن امشي ب 50% يمين 50% شمال يوم بس ما كونكشن من ديزي تشين كونكشن دي تتقطع انا بس كل اللي بخسره 50%. وده سؤال الاخير في الاستاكينج يعني الاخر لو مش عايز تذاكر الاستاكينج 9 سويتشات في الاستاكينج اقدر اضيف او اشيل اي سويتش من غير اكسترا كونفيجريشن وهفقد بس 50% من المانوس لما اللينك هتتقطع. وانا في الكتاب بس على اسف ان انا ما سمعتلكش لسه الكتاب عامل لك الحاجات دي بولد يعني عامل لك الحاجات دي بولد بحيث تبقى عارف الحاجات الهامه اللي هتحصل فيها سواء في البي اس اس او سواء في الاستاكينج. اسمها ديزي تشين كونكشن اسمها ديزي تشين اه هي الربطه دي هي اللفه دي اسمها ديزي تشين.